راهي خطبة يعني لازم لها قواعد شروط على الزواج الأربعة، ولكن زواج الهبة يختلف، هو خاص فقط بالنبي ولا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى مهر، زنا مباشرة. بس هو بويسك خاص بالرسول، رئيس القبيلة ما يقول لك الزنا، يقول لك يسموه زواج الهبة. معليش يا سيدي، بس على ما يكتبوش هنا زواج الهبة، باسكو يعرفوا بلي راهم يخاطبوا ناس ما عندهمش عقل، يستعملوا العاطفة. المهم يكتب هنا زوجك نفسي، يكتبها بين قوسين زواج الهبة، باش الناس تفهم بلي هذا ماشي زواج عادي اللي يخص كاع المؤمنين ولا المسلمين، انه الزواج العادي فيه الشروط الأربعة. هنا لا، زواج الهبة وحده. في الآية الكريمة بيان اللي تعرفوها كاع، راني قلتها مئات الآلاف نعاودها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من المؤمنين، لعائشة شوقات كي سمعت هذه الآية. وقد طلب منها، اسمعوا مليحة، وقد طلب منها صلى الله عليه وسلم الزواج على هذه الصورة تطيبا لقلبها. أو مسكين الرسول كان جونتي، قال على هذه الأخرى تطيبا لقلبها واستمالة لها، يعني عجبته واستمال لها تطيبا لقلبها صلى الله عليه. أنا نقرأ لكم من الكتبة تاعكم. وكانت خافضة رأسها إلى الأرض تنظر ناحيتها. اسمعوا مليحة، اسمعوا كيفاش يلعبوا لكم على عقولكم. سي صار الاسلام 15 قرن وهو مسيطر، ما كانوش ميهوبات ميهوبيات يفهموكم. اسمعوا واش يقول لكم هنا، سمعوا استعملوا شويه عقولكم. كانت مسكينه حاطه راسها وتشوف في الارض ما بالهاش، فلم تراه صلى الله عليه وسلم ولم تعرف. سيد راح جابها من دارها، بتلقى معاه في فيرما راجل في وقت قريش وين كانوا الخيم، المرأة ما تخرج لازم لها هذيك. رانا نهضروا 1500 سنة، ماشي بلادنا الأمازيغ ولا اللي كانوا عندنا ملكات ولا اللي روما ولا العرب، وين كانت المرأة هما بحد ذاتهم. بعد كده هضر يقول لك المرأة كانت تدفن، بس دروك انه ولات المرأة دروك هذه راجل وما يديرهاش. ما دروك الوقتنا هذه ما تلقاش مرأة اللي يدير هادشي، إلا حبيت تلقى واحد لازم تعرف شكون هذا وكلش، ما تعرفوا مول راح تلقاه. ما تدريش يقول لك باسكو حطت راسها ما عرفاتوش، لم تعرف. يدين ربي كاين الناس يقبلوا هادشي هذا. اسمعوا مليحة، لم تعرفه فقالت لسوء حظها وشقائها. ما عرفاتوش ولسوء الحظ نتاعها واش قاتلو. يعجبوني هنا كي يكتبوا هادشي باسكو يلعبوا بالغباء نتاع البشر. لسوء حظها وشقائها، اسمعوا واش قاتلو، وعدم معرفتها بجلال قدره الرفيع. الله الله كم هو رائع غسل العقول. فهمت ولا ما فهمتوش؟ اللي ما يفهمش اللغه العربيه نفهمه. تطير زعما استمال لها، وكانت حافظ كانت حاطه راسها في الارض كيما كان ندير لكم، كيما ماما نطلع مراه هي دير هاد السياده وتنظرك هكا وتشوفك مسكينه شن تشوفك وتشك ما شافتوش كاع. راجل راح جابها من دارها في قريش في وقت الخيم، راح جابها ما يعرفهاش كاع. السيد طبطب عليها قال لها سمعي ارواحي واش كاين، ارواح شتي ما تبلعي فمك، غادي نديك ونحطك واحد الاخر واحد السيد يهضر معاك ما نعرفوش كاع شكون غير هذه. خلاص المهم المسلم هنا يحبس يرمي البخاري في الزبل. نقول لكم اي واحد عنده هنايا 78 في الاي كيو كي يوصل هنا يرمي هذا الحديث لانه موجود في اعلى درجات صحه عند البخاري، يرمي البخاري في الزبل. سيدي معليش يبقى مسلم ويبقى يامن بالقران، هنا يقول لك هذا الحديث خلاص نرميه للزبل او يتقعد بيا. انا نقول لكم راه يتمسخر بيكم هذا الحديث هذا، راه ماشي شيوخ هذا، راه الاخر نتاعهم راه من الاولى هذه من الاول راه يتمسخر بيكم. اسمعوا واش قال لك، اسمع حبيبي واش قال لك صحيتو، اسمع كيفاش يضحك عليك. اي يقول لك فلم ترى صلى الله عليه وسلم ولم تعرف، فقالت لسوء حظها وشقائها وعدم معرفتها بجلال قدره الرب. زعما ما عرفاتوش، ما عرفتش القدرة نتاعو والنبي نتاعو كلش. شوف الخرطي، وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ مي هنا نستعرف بهم أمه هنا واش كتبوا؟ أي الرعية، كما قلت لكم أنا كلوشار راعي. بالك أنا كنت تقول لي مرا كيما هكا في حياتي، الله تقول لي أنا اللي راه عندي 54 عام كنت تقول لي مرا كيما هكا نروح ندفن روحي، ما نكذبش عليك نرمي روحي الأخرى تاعي، نوصل روحي لهذا المأزق. وأنا ماشي رسول ولا نبي، أنا إنسان عادي صدقيني، اللي يعرفني انا ما نطيحش من العود. لو كان تقول لي مراه كيما هكا نوصل روحي لهذا الحاله حتى تقول لي كيما هكا ما نكذبش عليك، جامي غادي نروح نجيب هذاك القادوم اللي استعمله موسى باش يقطع الذكر نتاعو، والله غير نروح نحوس على هذاك القادوم نتاع موسى ونقطع كاع الاخرى نتاعي.
نوصل روحي لواحد الاخرى حتى مرات تقول لي هذا خير خلق الرسول، وكانت عنده 11 زوجه، وكان عنده 4 تاع ملك اليمين، وكانوا عنده الناس اللي وهبوا نفسهم، شوفوا وين وصل الروح تاعو. وهل تهب الملكه نفسها للسوق اي الرعيه وقولها هذا من بقيه ما كان فيه من الجاهليه، والسوق عندهم من ليس ملكا كائن من كان كانها استبعدت ان يتزوج الملكه من ليس ملك. يعني قال لك هنايا بويسكي كانت قبل عاشت قبل الجاهليه وكلش، وكان يشوفوا في رواحهم هذوك الناس اللي ما يقدروش يتزوجوا بواحد تحتهم. وكي شغل احنا في الاسلام عادي، لما مات الرسول يعني عادي، ما قالش لما اهل المدينه سعد كان حاب يحكم، كان حاب يولي خليفه، ما قالش هو في حديث انه الحكم يكون فقط لابي قريش. هنايا لك واحد مسلم عنده لانتيليجونس مام هنا يفهم بلي الرسول كذاب. هنايا زعما راه يقول لكم بلي مش لكم بلي الرسول قال لهم ما كاش فرق بين المالك والعبد الصغير وكذا بلا 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 بلا. بصح هو كي مات وابو بكر وابي الجراح وعمر بن الخطاب في حادثه السقيفه راحوا يدبزوا على الحكم، والرسول المسكين مات 3 ايام وهو يخنز، وبغاو الانصار قال لهم انايا حنا انصار جبناكم تخلينا فيكم قسينا اعطيناكم زواج نعطيناكم ما لا اخترنا فيه. قال لهم نو كاين حديث على الرسول قال لهم بلي يعني المماليك الخلافه تكون فقط القريش. شوفوا التناقض بين الحادثتين غير باش يضحكوا العقول، لان المسلم لما يكون في حاله عاطفه وخضوع وخشوع ما يخدمش عقله، يعني نصف المخ ميمي. هذه وهل تهب اي الرعيه وقولها كذا 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 كائنا كان استبعد ان يتزوج الملكه من ليس بيسر الملكه ما تزوجش بليس الملك، ولم يؤخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدي بجاهليتها. زعما الرسول ما سمعلهاش، ما حبش يسمع لها كلش، لانها كان عارف لانها كانت قريبه للجاهليه، ولذلك لما ذكر لها ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في روايه في صحيح البخاري قالت كنت انا اشقى من ذلك، يعني انها لحق الشقاء. يعني يقول لك في روايه اخرى لما قالوا لها هذاك هو رسول كلش زعما غادها الحال ثم اسمعوا تعرف على بالكم على قالكم هذه الكلمه هذه الخبث الخبث الخبث. انا بقول لك انا كي كنت نحكي مع اصحابي وكلش اقرب ناس كنت نقول لهم سي فري الناس اللي انتيليجون كيما جاك والاخرين اللي عندهم المنطق وكلش، قلت لهم انا انتم عندكم كلش بس انا عندي حاجه، انا عندي القادون تاع ابراهيم اللي تعرف طرطر بها الاسلام، اللي تعرف هذه الايديولوجيه والخبث نتاعها كيفاش سيطرت على الناس 14 قرن، كيفاش تلعب معاهم. انا هاد الصوره نعرفهم، شوف كيفاش يدير لك هنايا، ما بغاش يروح لك ديريكت يكمل لك الحديث فاهوى يده عليها، ما حبش يقول لك هذا الشيء. هذا شوف ايش دخل لك، دخل لك منه دخل لك انه لما ذكر لها من بعد ان الرسول هو رسول الله، باش ينسي هذاك المسلم اللي عنده العاطفه اللي ديجا ناره مشوقي وكيفاش الرسول يروح دوموندي مادام وكذا وكذا وكذا، باش ما يخليهش يروح يبحث والعقل تاعو يبقى يحوس واش يدخل له، يرجع له العاطفه من جديد. فلما ذكر له ان ذكر لها ان رسول الله صلى الله كان في روايه اخرى صاحب كنت انا لما قالوا لها هكذا غادها الحال مسكينه بقات تبوق وتندب وتنحي في شعرها وكون على بالي به كسر اوكي واش يقولوا من بعد كي يدي منو هكذا سي انكرويابل وي سي انكرويابل. انا قلت لكم انا هذه الايديولوجي عندها تجربه في اللعب بالذهن نتاع البشر، بالك عندها واحد البسيكولوجي واعره بزاف بزاف مع الانسان المتدين، وانا كنت في هذه الحاله تقرا حاجه وتبقى تبوزي كاستيون ومن بعد يجي لك سيرتو في هذه المواقع ولا في الكتب يجيك حاجه اخرى يجيب لك واحد العاطفه وكل شيء يرجعها لك تنسى هذاك اللي كان يحكي لك من بعد. شوفوا من السوم هنا دوك يرجعوا لهم. ثم اهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه، سمعوا مليح اهو دخلوا خليني ندخلوا ثاني اهو دخلوا دروك في الحديث ما يقولكش بيده الشريفه دارها عليها قالت له اعوذ بالله منك، يعني تحرش بها حط عليها يده قالت له واش يقولوا هما هنا باش يدخلوا مليح مليح المسلم الله يستعمل العاطفه. فاهوى بيده صلى الله عليه وسلم يده الشريفه، يعني كي حط عليها يده لانه يده شريفه وفيها ميهو بيد ميهو بالشريفة. شنو نحط عليكم؟ شنو نحط لك واحدة هنا باش طيح في ميهو وكلش كي نحط عليك يدي زعما كي حط عليها يدو باسكو شريفة فيها الجنة فيها كذا فيها كذا 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 ما معناها ما فيهاش الخبث، باسكو الراجل اللي يحط يديه على مراسي انتغدي شو كيفاش يلعبوا أي أمالة وضع عليها لتسكن، يعني حط عليها باش تهدى مسكينة وكلش وحط عليها يدو كيفاش مرة ما تعرفهاش
تقول لك روح بعدني، انت سوقي، انت كل شيء تقطع لي هيدك. فقالت اعوذ بالله منك، فقال عدت بمعاذ. وهنا يسكت ما يقولكش والو، يعني قالت له اعوذ بالله منك، كنت تعرفوا هذا الشيء. ثم قال صاحبه، قال ويا خمل لها هذه ورجعها، وانتهى الحديث. وفي بيان ما كان عليه الصلاه والسلام من حسن. وسمعوا في الاخير واش يقول لك، تاني يزيد يدخلوا صباحا مدروكه، دوك دخلوا ايديهم، دخلوا رجليهم، دخلوا راسهم، دخلوا كلش، باقي الصباح هذاك نتاع الشهاده بيدخلوا. شوفوا فاش يقولوا في الاخير واش يكملوا الحديث، سمعوا مليح كيفاش يكملوا الحديث. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن خلق وكرم الطباع. الحمد لله انك اكرمتني يا رب العالمين. وين ربي؟ لا كادر كادر. كادر صح كادر. كومون تي فا سافا؟ وهذه الصوره تاع اختك ولا؟ لا لا تاع مرتك. سي ما فا. تكذب تكذب. عاود دوموندي خويا، عاود دوموندي، اكتب رقم واحد خويا باش نشوف الكونت. اكتب رقم واحد لتحت كادر راك نطلعك. ماما ميهوب سلام سلام. ما نش حابين نهضروا على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم ولا والو، انا حابه نهضروا على رب العالمين. اسكو تقدروا نهضروا شويه على ربي؟ نهضروا على ربي سبحانه. خلينا من الرسول صلى الله عليه وسلم، خليه صلاه وسلام عليه، نهضروا على ربي. الصلاه والسلام عليه. كيفاش الرسول انت تقول لنا ميهوب؟ ميهوب انت تقول لنا ما كاش ربي سبحانه صح؟ كيفاش الرسول كيفاش بدا يتحرش بامراه؟ كيفاش يتحرش بامراه؟ نخليه ميهوب ميهوب، خلي الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاصته. ما خليش ما خليش ما خليش ما خليش باسكو يدخلك الجهنم، يدخل مصاصيتك. شوفوا هذه من الخبائث نتاعهم. نهضر لك على شكون اللي خلقني وشكون هذه وشكون هذه، باسكو هي حشمانه، هي حشمانه بالحديث. ماشي طلعت تشرح دروك تقول لك نو، راك تكذب، هذا الحديث ما كاش منه، هكذا هذا خرطي، تعطي دليل وكلش. انا ما نهضرش على الرسول، انا نقول لكم هذه من هذه من هذه هذه علموها من الرضاعه، باش هذو الناس هنا المسلمين اللي راهم مخلوعين دروك باش ينساو، باش يبقاو يهضروا على البعره والبعير وكلش. ونعرف هاد الصوالح انا اختي بنتي، يا بنتي راكي تهضري معاه، فهمتي؟ نو نو، نهضروا على الرسول اختي، ما نهضرش على الخالق. انا علاه نهضر على الخالق؟ انا نهضر على الاسلام، القران السنه. ولا حبيتي نهضر على الله؟ نهضر على الله تاع الاسلام. واش قال في القران؟ نطلعك راكي حابه نهضر على الله، نهضر على الله واش قال في القران؟ نعطيك ايات قالهم. قولوا لي لا كي داكور ولا ماكش داكور، دوك نطلع عزيزتي، دوك نطلع كوريبي، ما كاينش مشكل. نهضروا على الله ولكن تاع القران، ما نهضرش على الله الخالق وكلش، باسكو انا مانيش ملحد. وي السلام عليكم بونيره. بني راب ونار هذاك يا جدك، واش لو ميهو بالخراط؟ راك قتلتنا بالخرطي خو، بالخرطي خو. شباتنا خرطي، شباتنا خرطي، وش بيك خويا ميهو؟ وش بيك؟ واش يا بني راب ما عجبكش يعني الحديث اللي كنت نقرا فيه؟ ما تأمنش به والله العظيم يا خويا ميهو، باش نقول لك واش راهي السنة فيك؟ غير ربي اللي عالم. على بالك وانت على وانت على بالك ولا انا على بالي باللي راح تخلصها في الدنيا قبل الاخره. قال لك ان الله يمهل ولا يهمل. اي واحده مسلمه اللي تحت راهي شاكه، قالت لك من فضلك اعطيني حاجه خرطي، قالها ميهو. والله العظيم غير كلش خرطي، من اللي بديت فتحت اللايف انت تخرطي على الناس. اعطي قالت لك اعطيني حاجه، قالت لك ما تقولش كل، باسكو هذا تعميم يسموه. لا انا مانيش نهضر مع هذه. معليش يا بونيره بوناطيره، شوف التعميم ولغه الجاهل، كي تقول انت هو الجاهل، انت هو الجاهل. ما حبيت نحكي معك باحترام، ولكن يظهر انك انت يا راني حاب نحكي معك. عاودي طلعي اختي، عاودي الاك حاب تطلع نعاود نطلع معك. هاي الاخت سالتك ماذا بك تعطيها، يعني تعطيها معلومه اخويا، ما كاش مشكل، قلنا حاجه قلتها. انا ميشون، انا جيت عيب عليك، انا العاقل كاع في الموند تاع معمر حب لاموغ. وقال لي السيد كان يسب فيا، قال لي كنت كذاب. انا نوريكم في الحديث، عطيتكم رقم الحديث، عطيتكم المصدر، عطيتكم الراوي، عطيتكم شرح الحديث. والاخر تاعو قال لي تكذب. ميهوب ميهوب وي ميهوب، ماكش تالي تهضر، الجن هو تاعك هذاك اللي يهضر. قد ما نقول لك حاجه، قد ما نقول لك حاجه، تفي على وجهك يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، الله يعطيك ان شاء الله الكونسر في هذاك القرجومه، تحكمك تعود تهضر وتقول له يا ربي واغفر لي واسمح لي. وربي على بالك انت، يستنى فيك الشيء اللي يستنى فيك، الكبر هذاك اللي يلوحوه
لوحوك فيه اللي كيما انت الكافرين كيما انت، على بالك الكبر كيلوحوك يولي لوحك الكبر، يزيد يطيشك لبرا، يزيد يلوحوك يطيشك، النار تشعل فيك. يا خي رخيص يا خي يا خي، حبيت تخرج حبيت تخرج المسلمين من الاسلام، ما تقدرش. احنا مسلمين ونقعدوا نامنوا بربي ونامنوا بالرسول، نامنوا بالرسول الحمد لله على نعمه الاسلام. والله ما تحشم، والله شوف شوف خليقتك، شوف خليقتك بعيد الشر، تقولك حلوف انت، مانيش عارفه منين خرجت انت. والله صدقني غير الام اللي خرجتك ما عارف منين خرجتك انت، اقسم بالله خرجتك مؤخراتك وبلت عليك. بالعفو فمك شويه، بالعفو ولا بالعلك فمك. هذا الكلام اللي كتقولي فيه كتبي فيه ربك في القران، باسكو هذا اللي يقول لك خلق ربك. راك تقولي لي ربك انت حمار ما تعرفش تخلق. انا نقول لك راك تسبي في ربك ايه قرانيه يا حماره، راك تسبي في ربك. كون غير كملتي كنتي تسبي فيا. ايوا راك تسبي في ربك في القران في ايه قرانيه، ما على بالك واش كتهضري بغلا يا اخي. غادي نقرا لك، غادي نزيد نعاونك هاي، باسكو انا كتبت واحد الايه دوك نكتب لك، غادي ندعي ان في فتح لايفات، لايفات في التيك توك واختلاف الملحدين والربوبيين لايات لاولي الالباب الذين يسبون مهوب قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في الحرقه والعيش في بلاد الكفار، ربنا ما خلقت هذا حقا فاعطنا عذاب النار. هاني هاني دعيت باش ربي يعطيني عذاب النار في بلاصه اختي. ربك هذا كاع ما يسمع لك، شو يعاونك ولا يعطيك؟ معليش مدام كي اما كيتسبيني يقول لك ما كاين امام. دقيقه اخويا ولا اختي، كون كاين امام مسلم درك يقول لك كنت تسبي في الله. هاني صحابي راني هنا راني هنا. دقيقه مدام دقيقه، هذه غادي نحطها في اليوتيوب وغادي نحطها في التيك توك، كنت تسبي في الله لانه كاين ايه قرانيه راه يقول لك خلق كاع البشر. انا ما نامنش بها، ما خلقنيش ربك، بصح هو يقول لك هو اللي خلق البشر في احسن تقويم. صح صح. ميهوب الحديث اللي كنت تقرا فيه من قبل وشنو؟ حديث ضعيف حسن ولا وشنو؟ معليش اقرا لي الحديث من تحت، حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن؟ كاين ثلاثة احاديث من الاحاديث، إذا كان حديث صحيح دوك انا نجتمعت شابو، يلا ورينا شوفوا لا صحيح. اوكي ما كاش مشكل سيدي، والله لا في خطرك سيدي. ها دوك دقيقه مكتوب من تحت رواه معليش معليش عن عائشة. خلاص خلاص انا دوك نعطيك، انا ماشي نقول، باسكو كون نقول لك انا كذاب انا كافر كذاب، انا غادي نعطي باسكو انا اكسبير في العطايا فيما يخص الدين. ونقول لك حاجه، ماشي حديث صحيح هذا، هذا موجود معليش سمعي دروك، هذا موجود في اصح كتاب، موجود يعني في الحديث هذا في اعلى درجات صحه. الا تعرف في مراتب الحديث في فيما يخص علم الحديث، هذا الحديث في اعلى درجه. دوك نوري لك الحديث نقراه مع بعض. وشنو حكم الحديث؟ شكون اللي خرجوا؟ اي بصح الرسول صلى الله عليه وسلم، انت علاش راك تنبش فيه انت؟ نو 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 نو، شكون رقم الحديث؟ رقم الحديث صحيح البخاري، وشنو شكون موجود؟ شو اسمعي مليحه، في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه. وي يجيو لو بروبليم، يجيو لو بروبليم الى امراه وهبت المسلم نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بون تشوف غير القيمه تاعك، باسكو دركا وعدتينا امام المسلم كي يوعد حاجه ما يكذبش. يلا ارسلي لي دروك، ارسلي فهمتي، لازم ترسلي لي حاجه مدام، ترى ما نهضرش معك باسكو وعدتي حاجه، انت قلتي هذا الكلام هذا مدام، ماشي كلامي انا. ان شاء الله نرسل لك، ان شاء الله رب العالمين دعاء يجيك ملك الموت ان شاء الله. امين يا رب العالمين. خلاص هيا خلاص هيا هضري، يا مدام ارسلتي لي ملك الموت نموت عليها. هيا ان شاء الله رب العالمين يجيب لك ملك الموت، ماشي انا اللي نرسل لك، يرسل لك ربك الاعلى اللي يوفق سبع سماوات. مدام هيا غادي ترسل لي ملك الموت، شفتي كيفاش مدام الادله؟ واحد الانسان كيمد لكم الادله كذبي باك تشبعي. شتي الرسول تاعك؟ انا نكذب، انا نكذب مي انت فغي مريض على بالك ميوب، عندك اون مالادي بسيكوباتر انتيا، لازم تروح للسبيطار وتداوى على بالك. وعلاش غدوة نحط غدوة عاودي سمعي هذا الكلام تاعك في اليوتيوب، قلتي حتى الكفار حتى الكفار ما مش يسبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. معليش معليش ما تخلقيش، قلتي لي بالحرف الواحد لو كان موجود حديث صحيح لتحت. دروك انا ماشي عطيتك غير الحديث، عطيتك السند، عطيتك الراوي، عطيتك رقم الحديث، عطيتك كل المصادر، قلتي لي هذا الكلام ده.
من بعد ولك ديري في الشخصانه وتسبي فيا. يعني انت درتي تحدي بانه هذا يعني ما انت ما امنتيش بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تكلم مع الجونيه، والرسول يقول لك يعني من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. انما ما كنتي تعتذري تقولي لي اعتذر منك ميهوب، ما كانش على بالي، غادي نروح نبحث وخلاص. دوكا كتسبي فيا وتشخصني مدام، وهذه غير حديث بسيطه يا مدام. لو كان نوري لك احاديث اخرين اللي رواش الرسول دارهم بصفيه بنت حيي اللي هي ام المؤمنين، غادي يعني نقولها لك ونرويها لك الحديث دروك، غادي تقولي لك تكذب. ومن بعد غادي نجيب لك الحديث في الذهبي، غادي نجيب لك في البخاري، غادي نجيب لك في مسلم، في ابي داود، في الترمذي، ما غاديش تامنيها. مدام سي با ما فوت، علاه كتسبي فيا انا؟ اسكو انا قلت حاجه من راسي مدام؟ سيل تو بلي هضري معايا كانسان ونهضر معك كانسان. هل انا زدت كلمه من عندي مدام؟ فتحي المايك تاعك وهضري معايا بالعقل، وخليك من الشخصانه لانه الشخصانه نهبطك. اسكو انا نعطيك سؤال ميهو، براك في اوروبا وكان تهبط للجزائر، اسكو تقدر تهضر هكا قدام الجزائري؟ راهي في حاله تنافر من عليه فيه. بونجور. وي بونجور مسيو سي ميهو، سافا؟ بونجور مدام. راجلي عيط لك توت الاغ، قلتي ليه est-ce que tu as lu les versets sataniques de Sliman Rushdie? Bien sûr, عندي الكتاب شريته، ومام الكتاب الاخير تاع سليمان رشدي، ومام درنا لايفات. Est-ce que tu es dans la continuité de son idée que c'est les versets sataniques, ça veut dire shaytaniya. نعم نعم، هو يهضر على الغرانيقه بيان سور في الفله الاخرى نتاعو، وبيان سور القران فيه كلام شيطاني، والكلام تاع الرسول هذا الكلام اللي كنت نقرا فيه هذا الحديث ثاني كلام شيطاني. يعني الرسول يعني خير خلق، شوف واش يدير، هذا عمل شيطاني. لماذا؟ انا لا اؤمن بالشيطان، ولكن هذا الكلام هذا العمل هذا يقوم به انسان، اسمحوا لي، يعني شوف يستعمل الدين، يستعمل السلطه الدينيه باش يروح يتحرش بامراه. ماشي كلامي، وهذا كلامهم راه موجود هنايا. اسمح لي، تخيل اليوم في البلاد اللي انا عايش فيها انا، لو كان راجل يحط يديه على امراه ويكون في خدمه يطردوه. سي نورمال. نوت كيستيون. كوم تي دون لا كونتينيتي دو ليسبري تاع سليمان رشدي، اسكو تا با بور بور تا في؟ Absolument pas. انا بزاف ناس يمبوزي سات كيستيون. انا عايش حياتي نورمال، نسافر وغير هذا العام ما عندهاش ما باس شهور، كنت في ثلاث دول اسلاميه، ومشي مشيت للوتيل ولا، انا مشيت بالساكودو ومشيت والدول يعني متطرفه، طاجيكستان، اوزباكستان، كيرغستان، فتهم بالباسبور، فتهم ومشيتهم الاخرى نتاعي وكلش. واش غادي يصرى لي؟ Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une longue vie et bon courage. Merci mon ami. Merci pour ce que vous faites. Vraiment, on vous écoute tous les jours. Même maintenant, Fréoulis Kantla, qui a dit des petits lèvres, qui a dit, écoutez Mioub, écoutez Mioub. Mais vraiment, c'est intéressant ce que vous faites. Continuez. Merci. Merci. Merci mes amis. Merci. Merci, au revoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika min shururi anfusina wa min الجميع